اعتقال المتورط بغرق مركب المهاجرين وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 97 شخصا. الخوذ البيضاء تحذر من تسارع انتشار الكوليرا وتقول إنه ينذر بكارثة حقيقية. النظام يعتقل يوتيوبر سوري بعد عودته من ألمانيا إلى دمشق. التحالف يعين قيادي جديد لجيش مغاوير الثورة في التنف. العدالة والتنمية التركي ينفي علاقته بإلغاء زيارة رئيس حزب يساري إلى دمشق. بيدرس لضامني مسار أستانا: لا أحد منكم يستطيع أن يملي نتيجة الصراع. الائتلاف ينفي تقارير إعلامية روجت محاضر مضللة حول اللقاء مع النظام. منظمات دولية تتعهد بدعم الناجين وأسر ضحايا غرق مركب المهاجرين بطرطوس. الليرة تتراجع وتسجل 4660 أمام الدولار. ستون نبضة، أخبار شام.